هو احتياج الجسم للدهون. الدهون بالنسبه للجسم هو مصدر للحصول على السعرات الحراريه اللي بستغلها في توليد الطاقه، فبقدر اعمل النشاطات المختلفه في اليوم بتاعي في حياتي كلها. حتى وانا نايمه برضه بنتكلم عن الدهون المفيده، بيساوي عندي 9 سعر حراري. ده زي الافوكادو، زيت الزيتون، زيت الزيتون، الحاجات دي كلها زيوت ودهون صحيه مفيده. مش بس كده، الدهون كمان فيها فايده كبيره جدا، هي بتدخل في تكوين الاحماض الدهنيه اللي بتبني الهرمونات. يعني الهرمونات بتاعت الجسم بتاعتك ما هي الا احماض دهنيه بملحه، شيبسي، فشار، في ناس حابه تضيف شويه ملح، زود الملح شويه في الشوربه، او حتى كل حته ترص، كل الخلايا الكهربائيه في الجسم بيؤدي دوت الى النفاف. المشكله دي بتبقى انا عايز اكل حاجه حاجه مملحه، فببقى احس جسديا بالصداع، المزاج مش مظبوط، كل دوت ممكن يروح بان اشرب ميه، سواء ميه في سويتها ميه عشان في تناول بعض الكربوهيدرات، ممكن نسيبها دي طبق مكرونه، حته جاتوه، بكيهيه، حتى البصمات بتاع الصبح، اي حته كربوهيدرات. طيب هي الكربوهيدرات يا جماعه مفيده ولا مضره؟ مع هولي الكربوهيدرات هو التريبتوفان، التريبتوفان دوت بيصنع لي السيروتونين وتم هرمون السعاده اللي بيخلينا كلنا مبسوطين وهكذا. طيب ايه كمان ممكن يكون بيفيد السيروتونين على ذكر الكربوهيدرات؟ طبعا رقم 4 الشوكولاته معروفه ان هي بتنتج الهرمون السيروتونين والدوبامين وكمان المغنيسيوم، فاي حد عنده الاحساس ان انا عايز اكل شوكولاته في الوقت دوت، انا عن نفسي ما باكلش شوكولاته. فرص ان انت تحب ان انت تاكل شوكولاته في الوقت ده، فرص ان الجسم بيقول لك لو سمحت انا عايزك تزودني ببعض الحاجات دي، السيروتونين او دوبامين او مغنيسيوم. طيب في ناس ممنوعه في كيمياء غذائيه ان هم ياكلوا شوكولاته او ما بيحبوهاش، انا واحده من الناس ما بحبش الشوكولاته، يعني الشوكولاته بتعمل بتضايقني. طيب هل في بديل عن الشوكولاته؟ يعني انا باكل شوكولاته ممكن في بديل تاني؟ في بديل تاني زي ايه؟ زي اي خضروات ورقيه، الافوكادو والتين، دول بديل للشوكولاته. افضل انواع الشوكولاته هي الشوكولاته الغامقه، كل ما بتزيد درجه الشوكولاته كل ما بتكون اكثر صحه، لان هي بتكون نسبه السكر فيها اقل. معلومه كمان، النساء 80% منهم بيعانوا من نقص المغنيسيوم، طبعا ده خصوصا اثناء فتره الحيض. فكل شوكولاته الوقت دوت مهتم بصحته كويس جدا، وفي شوكولاته طبعا ممتازه في ان هي بتنتج الدوبامين، وده نقل عصبي مهم بيساهم في تنظيم المزاج، وكمان نسبه الدوبامين لما بيكون منخفضه في المزاج كمان. وابني اخركم تاني في حلقه جديده النهارده ان شاء الله، هناخد 5 رسائل جديده بيقولها لنا جسمنا من خلال اتجاهنا لاكل معين. احنا بنشتهي اكل معين سواء بقى لنا فتره كبيره قوي ما كناهوش، او حتى كنا بنتعب منه، او حتى لسه واكلينه بس معتمدين عليه بالتكرار باستمرار باستمرار. ده ممكن ما يكونش جوع وما يكونش تفاصيل، انما هي رسالة جسمك عايز يقول لك حاجه لازم ياخدها من الاكل اللي انت بتحبه، ودي وسيله الاتصال ما بينك وما بين جسمك وجهاز المناعه بتاعك، ان هو بيحدد ايه اللي ناقصني. فانت اديته قبل كده ذاكره ان انت لما اكلت الاكل ده، الاكل المعين ده، هو حصل عنده اكتفاء من الحاجه اللي ناقصاه. النهارده معانا 5 حاجات جديده، رسائل جديده من جسمك ليك، يا ريت نفهم جسمنا. معاكم شيماء عثمان، قناه مش دكتوره ولكن، ويلا بينا نبدا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. جات عليها في الحلقه اللي فاتت هو اشتهاء السكر. السكر معروف ان هو فيه تحذيرات كتيره منه، وما ناخدش سكر كتير وبيعمل مشاكل و و و الى اخره. طب ايه اللي بيخليني احتاج جسمي ان انا عايز سكر في حين ان انا متبع حميه غذائيه صحيه معينه وابتعد فيها عن السكر بقدر الامكان؟ لان انا عارف المشاكل الكتيره اللي ممكن تسببها لي تناول السكر من امراض وعلى راسها السرطان لا قدر الله. جسمك السكر بيمده بعنصرين مهمين جدا، علشان كده هو حاسس ان في نقص في العنصرين دول. علشان انت تفهم ده، هو مش هيقولك انا ناقص مني العنصر كذا والعنصر كذا، لا، هو بيبسطها لك في صوره تفهمها، في صوره يبقى في تواصل مع بعض. العنصرين اللي هو محتاجهم من السكر هو الكروم والمغنيسيوم. طيب هل يا ترى احنا نسمع كلام جسمنا في اي حاجه بيقولها؟ طب ما انا عارف ان السكر ليه اضرار وليه مشاكل كتيره جدا جدا جدا، اروح اكل كحكه ولا كوكيز ولا كنافه ولا مشروبات حتى سكريه او مشروبات غازيه؟ لا، جسمك بيقول لك الطريقه اللي انت تفهمها، انا محتاج الحاجه اللي ناقصاني من الحاجات دي. طيب اعوضها لك ازاي؟ ببديل الرغبه الشديده في الوقت ده، هي اللي بتحركك لتناول السكر، هو اصابتك بالكفاف. ففي الحاله ديت كتر شرب ميه، يبقى يا اما تشرب ميه تاكل فواكه او عصير فواكه. فاكرين في الحلقه اللي فاتت لما قلنا ساعات الواحد بيشتهي للملح، ان انت عايز تاكل حاجه مالحه، حاجه فيها شيبسي كرفس حتى، وقلنا السبب هو ان الجسم فيه عنده اختلال كهربائي او مشكله في الالكترولايت بتاعه الجسم. طيب ساعتها احنا قلنا ايه؟ برده نشرب ميه كتير. عندك بديل كمان تشبع بيه رغبه جسمك في ان هو يحصل على العناصر اللي ناقصاه من الملح، وهو تناول البذور، البقول، الحبوب الكامله. تاني حاجه ممكن جسمك يطلبها منك او احساس اشتهاء لاكل معين هو الاكل المقلي، الاطعمه المقليه. طيب هو لما جسمي يقول انا عايز اكل حاجه ريليتد ان هي تكون مقليه، ممكن تكون بطاطس شيبسي او ايا كان، اي حاجه مقليه في الزيت. طيب ما انا عارف ان الزيت عندي فيه مشكله، زيت القليه، لانه ممكن يسبب لي ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار اللي هينتج معايا او بالتوازي حتى هيرفع لي مستوى الحموضه، وهيسبب لي امراض السكر وامراض القلب والسكته الدماغيه وامراض مزمنه ثانيه.
اسمع كلام جسمي في الوقت دوت ولا اعمل ايه؟ انت بتقولي ان جسمي محتاج حاجه معينه ناقصاه فبيلجأ للاطعمه المقليه، يا ترى ايه اللي ممكن يكون جسمك ناقصه علشان كده وجه تفكيرك ان انت تاكل اطعمه مقليه؟ اكيد هو احتياجه للدهون. بدل ما هنروح للدهون المقليه الاطعمه المقليه، لا احنا هنوجه اتجاه الجسم للدهون الصحيه، السلمون، افوكادو، الجوز وزبده البندق، زيت الزيتون، حليب جوز الهند، بذور الكتان، كل الحاجات دي مش دهون مشبعه. الدهون المشبعه بتعمل لي المشكله اللي موجوده في البطاطس المقليه والكوكيز والاكل اللي معمول بالقلي. ودي كان تاني رساله. تالت رساله ممكن يوجهها لنا الجسم من خلال اشتهائنا لنوع حاجه معينه نتناولها هو الكافيين، وخصوصا الشاي والقهوه. ايه اللي ممكن يستفيد منه الجسم في الشاي والقهوه؟ وهل هم مضرين؟ هي مش مضرين، بس انا عن نفسي الشاي بيتعبني. ممكن يجي حاجات ناس ثانيه تتعب من القهوه او الحاجات الزياده. احنا بنتكلم في الحاجات الاب نورمال، الاستهلاك الزايد عن الحد. طيب هو يعني الجسم بيستفيد ايه من الكافيين؟ بيستفيد ان هو بيمد له او بيقول لك خلي في بالك انا عندي نقص في الكبريت ونقص في الحديد. فبالتالي احنا ممكن نعوض الشاي والقهوه باستهلاك حاجات غنيه بالكبريت وغنيه بالحديد. ايه هي الحاجات الغنيه بالكبريت؟ الكرنب، السبانخ، الملفوف، نستهلك منه كميات كتير، استهلاك كميه اكبر من فيتامين سي، لان فيتامين سي بيعمل على امتصاص الحديد في الجسم. رابع حاجه معانا من اللي ممكن يشتهيها الجسم بتتمثل في صوره اطعمه هي شرب الصودا او المشروبات الغازيه. طيب نفس الكلام، المشروبات الغازيه معروفه ان هي مضره جدا، بتسبب هشاشه عظام، بتسبب لا قدر الله السمنه، السكر، السرطان، الحاجات دي كلها. انا ليه اشتقت ان انا اشرب مشروب غازي؟ جسمك بيقول لك انا محتاج عنصر الكالسيوم، محتاج المعدن ده ضروري جدا علشان اقدر اسد احتياجي من الكالسيوم بشكل كويس. نلجأ للاكل اللي فيه الكالسيوم ونكسر من استهلاكه. بنيجي النهارده لرقم 5 واخر حاجه في الحلقه بتاعتنا، وهي اشتهائنا للحاجات الغير متوقعه والغير صحيه والغير طعام اساسا. غير طعام ازاي؟ ساعات كده واحنا صغيرين في المدارس مش كنا بناكل التباشير، الطين، التراب، الرمل؟ لينا نفس ان احنا ندوق حاجه غريبه ما تفهمش ليه. ضيف على كده ان احنا كنا بناكل الشمع، او انا عن نفسي كنت بحب اكل قوي شمع عيد الميلاد، كان ليه طعم لذيذ ومعين. ده ظاهره اسمها بيكا. بيكا حاجه نونسنس ملهاش معنى، انت بتضر نفسك، انت ما بتشتهيش اكل اساسا، يعني انت جاي في حته مش مفهومه انت بتعمل كده ليه. طب هو ده طبيعي؟ انت طبيعي مفيش اي مشكله، بس جسمك بيقول لك انا محتاج حديد وشويه معادن ثانيه. طيب هل نتجه للكلام دوت ونضر نفسنا اكتر واكتر، ولا ان احنا نقدر نلاقي البديل؟ تعالى يا سيدي ولاقي البديل. البديل بتاعك الخضار، البقول، الجوز، البندق، البذور الورقيه الداكنه. اوعى تسلم نفسك للبيكا. دي كانت حلقه النهارده، اتمنى تكون فادتكم وعجبتكم. لو عجبتكم ما تنسوش يا ريت تعملوا لي شير ولايك وسبسكرايب، وان شاء الله باذن الله معانا في الحلقه الثالثه لرسائل الجسم الكتير اللي احنا بنحاول نتفاهم ونتقابل في مرحله وسط علشان نبقى بصحه افضل. لسه كمان حلقات كتير. نقص الفيتامينات والمعادن برضو جسمك بيقول لك ايه لما يتم نقص في احتياجاته للفيتامينات والمعادن. شكرا لوقتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.